أجرى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون اجتماعا بمجلس الوزراء، حيث تناول فيه مشروع دراسة قانون الصناعة السينماتوغرافية وعروضا تخص التدابير المتخذة خلال شهر رمضان وتطوير المشاريع الصناعة الكبرى الخاصة بقطاع الطاقة والمناجم ومشاريع تطوير شبكات السكك الحديدية. كما وجه رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بأن تكون عمليات هدم البنايات المأهولة الغير الشرعية وفق مخطط مدروس بعد تسوية كل العمليات الإدارية القانونية.